فلوج تمرينة بوش خفيفة لطيفة، ابقوا معنا ويلا بينا. بداية هنعمل دايناميك ستريتش، وبديت اول تمرين بالكابل فلاي بعدد مجموعات 3 مجموعات وكل مجموعة 15 تكرار. الشكل التاني كان دامبل انكلاين، بحاول اهتم بالتكنيك ومش مهم الوزن قوي في الوقت ده علشان كوعي معطل الدنيا وفي اصابة. اكيد التمرين مش اهم من الصلاة، واي جيم بصراحة في السعودية هتلاقيه في جماعة وقت الصلاة، وفي مصر برضه واتوقع في كل الدول العربية، ودي حاجة بصراحة حلوة. وده كان اخر تمرين هنستهدف بيه اسفل الصدر. بعد كده لاترال ريسز او دمبل جانبي، بحب بعد ما اخلص العدات اجيب نص حركه لحد الفشل العضلي، بحس بحريقه في الكتف الجانبي. وبعدين اخذنا 3 مجموعات رفرفه على الكابل، كل مجموعه كانت 15 تكرار، ومن ثم على الترايسبس الكابل كروس ترايسبس. واخر تمرين عملته على المسطره، وصراحه كوعي كان في الم. لو حابين النوع ده من الفيديوهات اكتبوا لي في الكومنتات.